العكاشي على مستوى التحذير بعيد الأحمر ياخذها يخلط عليها حمزة ويسقط ضربة جزاء. ضربة جزاء للنجم الرياضي الساحلي محمد سعيد الكردي يصفر ضربة الجزاء الثانية هذا الموسم للنجم والثانية ضد الترجي الرياضي. حمزة الأحمر خلط بصعوبة على الكرة وجاب ضربة جزاء بعد تدخل الأخير من برنار بولبوا النيجيري. محمد سعيد الكردي في ثاني ضربة جزاء يصفرها هذا الموسم. الأولى كانت مهدورة الشاد للشعار لعب الأمامة في الجولة الثامنة في المرسى، وضربة الجزاء الثانية للنجم الذي ساحلي. هذا العرض بين غازي عبد الرزاق وبرنار بولبوا. غازي عبد الرزاق هو صاحب العملية الأخيرة. الظهير الأيسر النجم حتى في غياب المهاجمين يلقى الحل في المدافعين على مستوى خلق التفوق العددي، على مستوى التمركز، على مستوى الروح اللي يلعبوا بها الملاعبية. وغازي عبد الرزاق هو اللي خلق التفوق العددي في الكرة هذه مع شكون؟ مع النيجيري بولبوا. الديوال الدفاعي الهجومي ولا الهجومي الدفاعي؟ انت والكرة عند شكون؟ هذا عبد الرزاق وهذا بولبوا. وضربة الجزاء للنجم الرياضي الساحلي. التنفيذ سيكون لحمزة الأحمر مع عودة بوغطاس لتشكيل النجم الرياضي الساحلي. 28 دقيقة لعب في المباراة. حمزة الأحمر في حوار مع معز بن شريفية. السبعة الحية في النجم الأحمر بن شريفية، والهدف الأول للنجم حمزة الأحمر. السبعة الحية يحيي المباراة ويحيي جمهور النجم الرياضي الساحلي بهدف أول في اللقاء في الدقيقة 29 من ضربة جزاء. ثالث أهداف حمزة الأحمر مع النجم الساحلي هذا الموسم، والثالث من كرة ثابتة بعد زوز مخالفات كانت مباشرة في مرمى فاروق ورامي جريدي. اليوم ضربة جزاء في مرمى معز بن شريفية. يشعل مدرجات أولمبي سوسة فرحة في أحب النجم الساحلي. المباراة ستنطلق من جديد، ستحيا من جديد، سنعيش لحظات ولا أحلى ولا أروع. الترجي للعودة في النتيجة، والنجم للتأكيد والمحافظة. الأحمر على اليمين، بن شريفية على اليسار على طريقة كرة السلة. للنجم من مجموع 17 هدف. ترجع الكرة إلى فرانكام، الترويج على مستوى عال. حمزة الأحمر، غازي عبد الرزاق، كرة لأحمد العكاشي مع حمزة الأحمر. الأحمر وحسين الراقد يرتكب المخالفة التي لا يحبذها عمار السويح ولا يحبذها دفاع الترجي وجمهوره. حمزة الأحمر يمشي للكرة احتجاج من شمس الدين الذوادي، والبطاقة الصفراء لشمس الدين الذوادي بعد بطاقة أولى كانت لفوسيني كوليبالي. حمزة الأحمر هو اللي جابها، هو اللي باش يشوتها. حمزة الأحمر في نص ساعة زائد اثنين على مستوى التوقيت في الفترة الأولى. الكردي كان قريب من العملية بين الراقد وحمزة الأحمر. برشا مخالفات، برشا كونتاكت، برشا صناعات في الوسط. شمس الدين الثوادي يعرف مليح اللي ارتكاب مثل هذه الهفوات لخط الوسط والدفاع في مثل هذه المناطق قد تشكل خطر كبير على الترجي، لما نعلم ويعلم الجميع اللي حمزة الأحمر يعرف يضرب مليح من مثل هذه المسافات. وهذه الكرة الثابتة. حمزة الأحمر ودفاع الترجي، كيف سيتصرف معز بن شريفية؟ أكيد فما قراءة لكيفية تنفيذ الأحمر للمخالفات الثابتة. غير مع فاروق وبدل مع رامي، كيفاش باش تكون مع معز؟ حمزة الأحمر والتصويب والثاني والثاني. الأحمر حمزة الأحمر، من أين لك هذا يا حمزة؟ من أين لك هذا يا حمزة؟ منين جبتها؟ وين تعلمتها؟ ومنين خذيتها؟ وين قريتها؟ وين 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 يا حمزة؟ حمزة الأحمر إن كانت بالحظ
فهي لا، إن كانت بالعمل ممكنية ماهيش بالصدفة. حمزة الأحمر يباغت فاروق ورامي ومعز بن شريفية، الدوليون يباغتون من حمزة الأحمر في مثل هذه الكرة الثابتة. الأحمر يسجل الثاني والرابع ليه هذا الموسم، 2-0. حمزة الأحمر يتكلم بكل الألوان في مثل هذه الكرات مع النجم الرياضي الساحلي ملك الكرات الثابتة. الأحمر يباغت من بعيد، شوف الكيفية بداخل الساق اليمنى وبدل المرة هذه، غير المرة هذه. الأحمر كان يشوت فوق الجدار، اليوم حطها لوتا باخت معز بن شريفية بمبات قبل ما توصل للشبكة. الأحمر 2 عالترجي 0. بابرة ما لقاش الرمز عالترجي للمهاجمين ولا المدافعين ولا متوسطي الميدان، لا التسربات ولا التوغلات ولا الكرات الثابتة. وجلاس يرفع كرة أخرى على الرأس من ياسين الخنيسي والجبال ياخذها، يلعكس الهجمة حمزة الأحمر. كرة 4 ضد 4، الأحمر بسرعة لبريقي، لبريقي يطلب الكرة أحمد العكيش مع شمس الدين الثواتي باليسار 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 العكاشي، والثالث أحمد العكاشي يسجل الثالث وينحت اسمه في كلاسيكو الترجي والنجم بهدف أول في مرمى الترجي بعد أن سجل في مرمى النجم الرياضي الساحلي يوم 29 سبتمبر 2013. العكاشي يسجل الترجي في الحوار عدد 119 بعد ما سجل في 115 والهدف الثالث للنجم الرياضي الساحلي في الدقيقة 54 من المباراة. 3-0 عكس الهجمة بطريقة مثالية، 1-2-3 كرة تمر من الأحمر للبريقي، العكاشي ما يستناش ما يراتيهاش باليسار، يحط كرة في القائمة الثانية يبدلها لبن شريفية، الذوادي تبع تتبيع والكرة في المرمى في الشبكة. 3-0 للنجم الساحلي على الكلاسيكو، كلاسيكو الأهداف، كلاسيكو الفرجة، كلاسيكو المتعة بالنسبة